بحال هكا. حاولي ملي بغا ندوي رفعي صوتك شويه حيت التليفون ماشي بحال. إذن متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا الآن كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط أمام مستشفى الأطفال الهروشي بمدينة الدار البيضاء. معنا هذه الأم، أم الطفل اللي كما كتقول هي تزاد بعد شنو هذه تحيمة؟ تحيمة زاد تحيمة. هاد التحيمه في يدي اللي دارت لي هاد الاعاقه في اليد ديالو، محتاجه عمليه، بغات تناشد اخوانها المحسنين. السلام عليكم لاله. عليكم السلام اخويا. حاولي كما قلنا ترفعي الصوت ديالك. انا كنطلب من المحسنين. عاودي لينا اولا المشكل. شنو المشكل اللي عندك ديال المشكل ديال الدري؟ جبتو الاسفي ياك، ومن اسفي صيفطوا لينا للدار البيضاء وما داروا معايا حتى شي حاجه. اليوم 15 يوم وانا كنمشي ونجي، نعسوا نهار الاربعاء كانوا غيفتحوا لي نهار الخميس ومابقاش فتحوا لي، وطالب لي عمليه وانا ما عنديش باش ندير لي هذه العمليه. كنطلب من الناس ومن المحسنين الله يرحم ليهم الوالدين تعاونوا معايا على هذا الدري باش ندير لي العمليه. شنو النوع ديال المرض اللي عنده ولدك؟ عنده زادت لي في يدو. شنو هي هذيك؟ تحيمه. وزادت كازيد وكتورم، ثقلت عليه ما بقاش يقد الزباله الكاس لا والو، ما بقاش يقد ياكل، ما بقى يقد حتى حاجه. ودابا كنطلب من الله ومن المحسنين. شنو قالوا لك في السبيطار؟ تحيد ليه؟ قال لي تحيد، وانا طالبين لي الفلوس وانا ما عنديش باش ندير لي هذه العمليه. واخا ما عندي لا رميد لا والو. الراجل ديالك فين هو؟ الراجل ديالي ما كاينش، كاين في العروبيه، انا كنسكن في اسفي. ما خدامش؟ لا ما خدام ما والو. علاش؟ راجل كبير. راجل عنده 70 عام. راجلك عنده 70 عام؟ عنده 70 عام وخدام ما والو. شحال عندك من عام؟ انا عندي 30 سنه. 30 سنه والزوج ديالك 70 عام وما خدامش؟ وما خدام ما والو، عندي ربعات الوليدات. ما كاينش ما نقول لك واحد الحاله، ما هي حاله نقول لك عليها. دابا انا الدري شوف الدري كيف يدو، شوف يدو كي دايره. كملي. شوف يدو كي دايره. مكرفصه لي كيبات تنتش فيها، ما كينعش في الليل، في الليل كيبات تنتش ما كيخليليش نعس. طم الطنسيو طاح ليا، كنبات نجري ونبدا نجري به وما كيطحل. كنطلب من الله ومن المحسنين يتعاونوا معايا على هاد الدري باش ندير هاد العمليه الله يرحم ليهم الوالدين. واخا قبل تقولي لي بعدا قبل من هذه النمره التليفون الوليد ديالك ديالك انت 06 ديالي انا ما حافظه، شي حافظه ديال الراجل. حقولي 06 06 6 6 جوج ستوات 06 6 وجوج جوج 8 8 تسعود تسعود 7 7 6 6 6 6 5 5 انا نعاودها 06 62 89 76 85 هي هذا الرقم ديالك. حلو. واخا قبل ما نختموا لا شنو نداءك للمحسنين؟ واخا انا نتاكد منها، قولي لي نداءك للمحسنين ولا؟ كنطلب من الله من المحسنين يتعاونوا معايا على هذا الدري، راني ما عنديش العمليه باش نديرها ليه. كنطلب من الله ومن المحسنين، راه ما عنديش باش ندير هاد العمليه وما كلشي البيبان تسد في وجهي، ما لقيتش نحل الحل الاخر هو هذا. كنطلب من الله ومن المحسنين يديروا معايا شي حل. لقيت الوليد ديال ولدي قطع عليا قلبي ما كيسكتش، كيبات يبكي ما كينعش في الليل، اللي كيبات ينتش فيها. والسبيطار شنو قالوا لكم في السبيطار؟ والسبيطار داروا معايا دابا اليوم 15 يوم وانا كنجي للسبيطار. داروا معايا حتى حاجه؟ ما داروا معايا حتى حاجه، راني باقي كنطلب الله ونطلب المحسنين اللي بغى يتعاون معايا على الدري الله يرحم ليه الوالدين ان شاء الله. اختي كون ان شاء الله.